القصة بتاعت الجدل اللي حصل بسبب حالة شهوة حاسه انها اثرت على الفيلم ولا لا؟ والله أثرت إيجابيا، ليه أثرت إيجابيا؟ وده باين على فكرة من عدد مشاهدات الكليب اللي هي قالت إنه أنا وعدني إني أشيل مشاهد منه، فالناس دخلت تشوف إيه المشاهد دي، ما لقيناش حاجة يعني، بس الناس كتير قوي ما كان ممكن ما تتفرجش على الكليب لو هي ما قالتش الجملة دي. والغريب بقى إن في الفيلم في لقطات يعني فيها حميمية، فيها حب اكتر كتير من رومانسية. اللي وردت في الكليب، وما اعرفش هي ما اتكلمتش عنها ليه يعني، او ما طلبتش نشيلها. اللي مضايقني بقى في القصة دي مش الجدل ده، يعني انا مش هتكلم عنه لانه كان جدل غريب، سواء من الفعل نفسه او ردود الافعال من والدها او كده، ومش هخش في القصة دي لانها يعني اتكلموا فيها كتير. انا مضايقني ان هي مثلا بتقول انا طلبت من تامر حسني يشيل ده، هو مش ده الصح يعني، ده مش السيكونس الصح المفروض نمشي بيه. بطل العمل مش هو اللي مخول انه يشيل مشاهد او لا، يعني لو لا هو ولا ينفع اصلا طلب زي ده يتطلب. ولا يعني انا دلوقتي عم قدمت اخدت بالبلدي كده، عملت شغلانه واخدت اجرتي، ما ينفعش بقى ارجع اقول لا انت خدتي اجر على الشغل الحته دي، ما طبعا ما ينفعش، تتدخليش فيها يعني، خلاص بقى يعني خلصت خدتي الحكايه حقك طالما صورتي ما ينفعش. بالظبط. لكن فرضنا انه حصل مستجدات وانا عايزه اكلمك بشكل ودي، هكلم بطل العمل ليه؟ ده فرد زي زيه يعني، ده شويه بيعكس المنظومه اللي اصبحت خاطئه جدا فنيا يعني. لان مخرجه العمل ساره وفيق انا شفتها بتتكلم وبتقول تامر هو عمل لها وتامر سوى لها، انا حسيت انه ما ينفعش حتى كمان تقول هل كده. بتشوفي ان اللي عملته حاله شيحه ده كان دعايه سلبيه للفيلم؟ لانه احيانا في ناس بتقول لك لا ده خدم الفيلم اكتر، خلى الناس عايزه تشوف الاغنيه ايوه فيها خدم ايه، الفيلم عمل طبعا، ماركتنج. عمل تسويق ماركتنج للفيلم بالظبط. خدم الفيلم جدا، وبقول لك بان جدا في عدد مشاهدات الكليب اللي نطت فجاه بعد البوست اللي اتعمل الفجر، فعلا مشاهدات المراقب للمشهد وشاف عدد مشاهدات اللي كان ماشي طبيعي طبعا محقق نجاح، لكن بعد بتاع كل الناس بقت سيرش تشوف ايه الكليب ده اللي فيه ايه بيحصل فيه. لا واكيد الناس يعني اكيد اعتقد ناس كتير دخلت الفيلم عشان تشوف لو في اكتر من الكليب. بالظبط ايوه كده بالظبط يعني، كده، يعني اعتقد هي كده متضايقه من ايه؟ انا ايوه عايزه اشوف ايه الكليب. بالظبط اللي مضايقها في الفيلم؟ ايه بالظبط اللي بالظبط مضايقها؟ كده.